اسمي البخاري ولا أبو بكر المبارك، أسكن في مقاطعة الميناء. الإسلام هو دين التسامح ودين القيم ودين الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ويأمره بالرحمة والتسامح، وعلى جميعنا أن يتدبره وأن يعرف معناه. الإسلام دين السماحة، لأن الإسلام يتجاوز عن الكثير، وهو دين وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه دين التسامح، لأن من فعل شيء وتاب إلى الله توبة نصوحة غفر له، وهذا بحسب ظني هو التسامح. التطرف هو أن تقول بأن الإسلام، أن تقول على الإسلام شيء لم يفعله، كأن تذهب إلى الإرهابيين وتقتل المسلمين وبحجة الإسلام، وبالإسلام قال ذلك وقال ذلك، لأن الإسلام لم يقل ذلك. الإسلام دين التسامح، دين الرحمة بين المسلمين. الأمور التي تجعل الشباب يذهب إلى التطرف هي أولا بحسب ظني البطالة، وعدم اندراج الشباب في المجتمعات، وقيامه بالمهن، أو الشباب، عدم ذهب الشباب للبحث عن الوسائل التي تجعل التوقيع من التطرف. أنا أحلم بأن أكون طبيب.